ينضم إلينا هاتفيا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين، بعد التحية، آخر تطورات أو آخر تصريحات المتعلقة طبعا بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية؟ نعم، تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسط مساعي الغرب لتجديد الضغط على موسكو اقتصاديا ودبلوماسيا وإعلاميا. وأعلن المتحدث باسم قوات إقليم دونيتسك عن انتهاء المعارك النهائية وسط مدينة ماريوبل وانتقال القتال إلى ميناء المدينة والمناطق التابعة لمصنع الحديد أزوفستال، أي داخل المنطقة الصناعية وسط ماريوبل. وبدوره أكد رئيس اتحاد قضامة المحاربين الروس في أفغانستان عن وجود ممثلين من الناتو داخل مصنع أزوفستال. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصباحي على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء إيغور كنشينكوف عن تطهير قوات إقليم دونيتسك بلدة سلاتكو من القوميين وتدمير القوات الجوية الروسية 4 قواعد وقود بالقرب من نيكولايف وزاباروجيا وخاركوف التي تزود القوات الأوكرانية الموجودة بمنطقة دونباس. هذا على الصعيد الميداني والصعيد العسكري. أما وفي الداخل الروسي، اتهم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الجانب الأوكراني بتقويض المفاوضات مع روسيا. فبعد تقديم أوكرانيا مشروع اتفاق جديد مع الجانب الروسي، أظهرت عدم قدرتها على التفاوض. أيضا لافروف أكد بأن أوكرانيا خلال المفاوضات أكدت بأنها لا تريد إدخال شبه جزيرة القرم وسط الضمانات الأمنية، لكنها في الاتفاق لم تذكر هذا الشيء. وفي الاتفاق الأخير التي حاولت الاتفاق عليه مع الجانب الروسي لم تذكر عن الضمانات الأمنية أو عن شبه جزيرة القرم داخل الضمانات الأمنية التي تريدها أوكرانيا، والتي تريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية ضمن هذه الدول الضامنة لأوكرانيا. وهذا بطبيعة الحال روسيا لن توافق عليه، كون أن هذه الدول تضعها روسيا في قائمة الدول المعادية لها والدول الغير صديقة لها. حسين، أجدد ترحيبي بك مرة أخرى. الحزمة الجديدة من العقوبات الغربية، الحزمة 5 تحديدا، هل أثرت بشكل أو بآخر في سير أو تصعيد النبرة الروسية، سواء كانت على الصعيد العسكري أو كذلك أيضا الدبلوماسي السياسي بشكل كبير، كردا على استمرار هذه الحزمة، خاصة أنها تعتبر يعني مختلفة وتمس بشكل مباشر شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ الكرملين اليوم على لسان ديمتري بيسكوف رد على هذه العقوبات التي طالت بالدرجة الأولى ابنتي الرئيس بوتين، وأكد الكرملين بأن هذه العقوبات لا يمكن التطلع إليها أو النظر إليها، كون أن هذه العقوبات الجانب الروسي لا يبالي بها. بطبيعة الحال العقوبات أثرت على الاقتصاد الروسي، لكن الروبل اليوم ارتفع بشكل كبير، وحتى أنه اليوم الدولار الواحد يساوي 75 روبل، أي أكثر مما كان عليه الروبل الروسي قبل العمليات العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية. الجانب الروسي يعول على ارتفاع العملة الروسية الروبل في الأيام المقبلة، وتحديدا بعد موافقة الدول الأوروبية على شراء الغاز الروسي بالروبل. كل هذه الأمور ستعزز القدرة الشرائية للروبل، وأيضا سيكون هناك عملة أجنبية داخل البلاد بشكل كبير. أيضا هناك إمكانية لاتجاه روسيا لتحويل مدفوعات كافة الصادرات الروسية إلى العملة الروسية الروبل. وأيضا لازم الروبل بالذهب. لغاية الآن روسيا تدرس إمكانية التزام الدولار بالذهب لحماية العملة الروسية من العقوبات الغربية. أيضا وفي يوم أمس، وبعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على الأثرياء الروس أو طبقة رجال الأعمال الروس، الجانب الروسي يعتبر أن القرار الأمريكي والعقوبات الأمريكية على بعض كبار الأثرياء الروس ممن صنعوا ثرواتهم الفاسدة من نهب أصول الدولة الروسية
في عهد يلتسون بالذات فهي إيجابية بالنسبة للاقتصاد الروسي، لأنها ستجبر هؤلاء الأثرياء على استثمار أموالهم داخل روسيا، وستضع ما تكون منها بالفساد أو بالنشاطات الغير مشروعة تحت نظر الأجهزة الرقابية، أي بمعنى باللغة العامية لكي يتم شرحها. الجانب الروسي يعتبر الآن بأن العقوبات الغربية على الطبقة الرأسمالية أو والمستثمرين الروس دفعت هؤلاء المستثمرين إلى العودة إلى الداخل الروسي واستثمار. طب كيف سيستثمرون أموالهم داخل روسيا وأصلا يعني أموالهم وأصولهم مجمدة في الخارج؟ هي ليست كل أموالهم مجمدة بالخارج الروسي، البعض المستثمرين الروس حاولوا على إخراج أموالهم واسترجاع أموالهم إلى الداخل الروسي قبل بدء العملية العسكرية وقبل فرض العقوبات على المستثمرين. كلنا نعلم بأن في الأيام الأولى لبداية العملية العسكرية كان هناك اجتماع للرئيس بوتين مع رجال الأعمال الروس والمستثمرين الروس، وبطبيعة الحال الرئيس بوتين كان على علم بأن الغرب من الممكن أن يتخذ خطوات في فرض عقوبات على المستثمرين ورجال الأعمال الروس، فالرئيس بوتين طالب المستثمرين ورجال الأعمال بالوقوف إلى جانب الشعب الروسي في هذه الأزمة لمواجهة العقوبات الغربية، وكان هناك تأكيدا من قبل المستثمرين بأنهم سيحاولون وسيستثمرون أموالهم بالداخل الروسي للاعتماد على الاقتصاد الروسي للتغلب الاقتصاد الروسي على العقوبات الغربية وللوقوف إلى جانب الشعب الروسي. اليوم رئيس مجلس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ولا زالت لغاية الآن الجلسة في مجلس الدوما الروسي تجري بين ميشوستين وأعضاء مجلس الدوما الروسي وبحضور وزير الدفاع الروسي. ميشوستين أكد على تغلب الاقتصاد الروسي على العقوبات الغربية. ميشوستين اعتبر بأن الوقت الآن استطاع الاقتصاد الروسي التغلب على العقوبات بسبب الإجراءات الفورية التي اتخذتها الحكومة الروسية، وأيضا الإجراء الأهم الذي اتخذه الرئيس بوتين بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل. هذا ما عزز من القدرة الشرائية للعملة الروسية وحمى العملة الروسية من العقوبات الغربية. أيضا قال ميشوستين أن الحكومة الروسية تدرس عدة إجراءات في رفع مصروف أو نسبة التقاعد للكبار في السن، وأيضا تقديم دعم مالي إضافي لقطاعات الزراعة والصناعة وللشركات المتوسطة والصغرى. وكما أشار ميشوستين إلى أن الحكومة الروسية تتخذ قرار بمنع تصدير الأخشاب إلى خارج الاتحاد الروسي، هذا ما يعزز وما سيؤدي إلى انخفاض سعر الأخشاب في الداخل الروسي. كل هذه الإجراءات نترقب انتهاء الجلسة لكي يتم الإعلان عنها. طيب حسين، أنت أشرت في الإجابة الأولى على سؤالي لك بأن الروبل الروسي ربما يكون ارتفع عما كان مستواه ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، ولكن السؤال الآن، ألا تخشى روسيا بشكل أو بآخر أن يكون هذا الارتفاع هو ارتفاع مؤقت أو مسكن للواقع الذي تمر به نتيجة أن أوروبا لا تجد بديل حتى الآن في تعويض صادرات النفط من روسيا في هذا التوقيت، وربما يعني تبحث وترى بعض المصادر الأخرى لتنوع المصادر الخاصة بالنفط، ويتأثر بشكل كبير الروبل الروسي في موجة التضخم وكذلك أيضا في سعره ومستواه بشكل عالمي في السوق الاقتصادي العالمي، ألا تخشى روسيا من هذا السيناريو؟ بالتأكيد روسيا تعلم بأن الأوروبيين الآن لا يمكنهم الاستغناء عن الغاز الروسي لأنه لا يوجد بديل أمام الأوروبيين، ولكن بشكل مؤقت حسين والنفط الروسي. نعم أنا أعلم بأن الأوروبيين بشكل مؤقت لا يوجد أمامهم بديل، لكنهم سيحاولون على تأمين بديل وهذا الأمر يحتاج إلى وقت. بطبيعة الحال
روسيا في هذا الوقت ستحاول أيضا هي بدورها على تأمين أسواق بديلة للأسواق الأوروبية. هناك السوق الصيني والهندي والباكستاني أيضا وجنوب شرق آسيا والجنوب الأفريقي، كل معظم الدول غير الدول الأعضاء في حلف الناتو هي لا زالت دول صديقة لروسيا. هذه الدول تشتري النفط والغاز من روسيا، ومن الممكن الجانب الروسي أن يعوض بنسبة كبيرة على هذه الدول. أيضا والاتحاد الأوروبي وفي حال استطاع أن يجد بديل للغاز الروسي فهو لن يكون هذا البديل بأسعار كما أسعار الغاز الروسي، سيكون مرتفع جدا مقارنة مع أسعار الغاز الروسي، وهذا الأمر لن يساعد الاتحاد الأوروبي عن الاستغناء بشكل كبير عن الغاز الروسي. نعم هناك إمكانية لتخفيض نسبة شراء الغاز الروسي من روسيا وشراء الغاز من أسواق بديلة، لكن الاستغناء بشكل كامل لا يمكن للاتحاد الأوروبي فعل ذلك، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الداخل الأوروبي. روسيا تعلم بشكل جيد بأن الاتحاد الأوروبي يحاول وحاول أيضا قبل بدء فرض العقوبات ومنذ سنين هو يحاول على تأمين أسواق تأمين غاز بديل للغاز الروسي، لكنه لم يستطيع لغاية الآن تأمين هذا البديل لأن ذلك يحتاج إلى وقت كبير، وأيضا أسعاره ستكون مرتفعة جدا مقارنة مع الغاز الروسي. والدليلا على ذلك أنه في العام 2014 وعلى إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، الغرب والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات على روسيا، لكن ما لبث أن ألغى الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على روسيا بعد عام فقط، وعاد وطلب من الرئيس بوتين ومن القيادة الروسية الجلوس على الطاولة والتفاوض والحوار، لأنه يعلم بشكل كبير بأنه لا يمكنه أن يستغني عن الصادرات الواردات الروسية، لأن الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة هي يحتاج إليها الاقتصاد الأوروبي وتحديدا الاقتصاد الألماني، وبالتأكيد بأن ألمانيا هي الدولة الأولى من حيث الاقتصاد في الدول الأوروبية. لهذا روسيا تعمل على تأمين أسواق بديلة، لكنها في نفس الوقت لديها الثقة التامة بأن الاتحاد الأوروبي لا يوجد أمامه أي إمكانية للاستغناء عن المصادر الطاقة من روسيا ومصادر الغاز. طيب الجمعية العامة للأمم المتحدة ستجري اليوم تصويتا بناء على طلب الغرب للبت في عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. الجانب الروسي ذكر بأنه هذه الخطوة الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت هي خطوة غير ودية ولها عواقب، ما العواقب التي يتم الحديث عنها المتوقعة؟ كيف ينظر الجانب الروسي إلى هذه الخطوة أيضا؟ اولا هذه الخطوه في حال اتخذت اليوم هي من شانها تدهور الوضع اكثر نحو الأسوأ بين روسيا والدول الغربيه وواشنطن والولايات المتحده الامريكيه بشكل عام. ثانيا هذا القرار هو خرق للقوانين الدوليه حسب ما تؤكد روسيا. ايضا اما وعلى صعيد العواقب او العواقب التي من الممكن ان تاتي من الطرف الروسي ردا على هذه الخطوه، لغايه الان لم يعلم عنها من قبل الجانب الروسي، لكن هناك معلومات من قبل المراقبين بانه من الممكن اقفال كافه السفارات الغربيه في الداخل الروسي، وايضا من الممكن ان تنسحب روسيا من بعض الاتفاقيات مع الغرب، من الممكن أن تتخذ روسيا خطوة وتنسحب بإرادتها، وأيضا هناك إمكانية على تقديم روسيا دعاوى أمام المحاكم كافة أنواع المحاكم للتنديد بهذا القرار في حال تم اتخاذه. حسين مشيكا مراسل إكسترا نيوز حدثتنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك.